فقط من بين 24 بطولة فاز أصحاب الأرض باللقب 7 مرات من 24 مرة. آخر 5 بطولات فاز بالبطولة 5 منتخبات مختلفة، ليس منهم العراق بل كان منهم عمان والبحرين. 0-0 الشوط الأول، البحرين بالأحمر، عمان بالأبيض، عمان إلى اليسار والبحرين بالأحمر إلى اليمين. استاد وملعب الميناء الأولمبي بالبصرة يحتضن أحداث هذا اللقاء الكبير بعد فوز العراق على قطر 2-1 والتأهل للنهائي، وخرج العنابي مرفوع الرأس، ضربة الرأس على طول ولكن في فاول، في فاول على المهاجم عبد الله يوسف. قلت لحضراتكم كان في طلال يوسف وفي علاء حبيل بس كده؟ لا 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 لا، ازاي ده اول ماتش ما بين البحرين وعمان كان في رجل عظيم ونجم اسطوري اسمه فؤاد بوشقر. فؤاد بوشقر سجل هاتريك سنه في خليجي 3 سنه 74 في مرمى عمان لما فازت البحرين 4-0. فؤاد بوشقر 3 وحسن زليخ سجل هدف في ذلك الوقت. ايضا خليل الشواعر واحد من الاسماء التاريخيه الجميله، ذلك ابراهيم زويد، اسماء مهمه جدا جدا. يوسف شريده، اسماء جميله قلت لحضراتكم في تاريخ الكره البحرينيه. لكن الفوز باللقب تاخر حتى اخر 4 سنوات في 2019، فاول صفاره الحكم الاماراتي عادل النقبي، مشي بالشوط الاول كويس. عجبني عادل النقبي في علاقته باللاعبين، في ابتسامه مقبوله، عنده ابتسامة مريحة، وأدار أصعب مباراة البطولة السعودية والعراق تحت المطر بروح جميلة وبإنسيابية وبدون توتر أو انفعال للاعبين ولا لنفسه. النهاردة مع علي نعيمي وسبيت عبيد من الإمارات مساعدين، عبد الله جمالي من الكويت حكم رابع، عبد الهادي العنزي من الكويت حكم خامس حكم مساعد، الفيديو احمد درويش، احمد عيسى درويش ابن عيسى درويش الحكم الدولي السابق اللي كان شارك في كاس العالم ايضا من الامارات، مساعد فيديو عبد الله الشهري من السعوديه، مقيم الحكام هو محمد الشمري من الكويت. رمي التماس، ما فيش اتاحه فرصه لما الكره تطلع، رمي التماس ما فيش اتاحه فرصه، رمي التماس لصالح المنتخب البحريني. يلعب السيد ضياء، سيد ضياء الخميسي اتحط في نص الملعب، يقابلوا بعض تاني لعيبه البحرين بعملهم الجماعي لكن مقفول. يا ولد يا ولد، هو صلاح اليحيائي والله ما يعمل دي الا هو، والله ما يعملها الا هو، جابوه ما سابوهوش ابدا، بروح قتاليه عاليه. عارفين من مين؟ من مهدي حميدان. يا ولد يا مهدي يا ولد يا مهدي. سيد ضياء يلعب العرضيه العاليه فوق، لو عدت خطر. يا ولد يا ولد، برضه صلاح اليحيائي بلمسه جميله، هو الولد تاني راقي، لعبه راقي جدا جدا جدا. يا سلام يا سلام على الوان سري الحلوه اللي اتعملت للاعيبه البحرين، تعمل اوفر لاب جميل لكن اتاخر، لو عملها له بدري كانت عدت، كانت عدت. المدافع مد رجله لما لقى اللي جاي يعمل الاوفر لاب وصل، فعرف انها تتعمل دلوقتي، لو اتعملت بدري كان مثبت كعب رجله على الارض. امال ايه؟ بدايه اللعب سيد ضياء، ملعب علي حرم وجاسم الشيخ بيملوا نص الملعب كويس، تحرك مستمر من مهدي حميدان، نشيطه قوي وسريع. اوه فاول، فاول على عبد الوهاب الملود. خلي بالكم خلي بالكم، كميل الاسود لو نزل مع منتخب البحرين هتلاقوا تاثير هجومي مؤثر جدا، تاثير هجومي مؤثر جدا، وشكله هيختلف تماما، ودايما بيعملها سوزا المدرب البرتغالي للبحرين. بحرين يعني ما شاء الله، بحرين يعني كابتن حماده الشرقاوي رحمه الله عليه، ميلان ما شاء الله، اسم جايستريشكو اللي خلى البحرين افضل منتخب متطور في العالم عام 2004 من 19 سنه هناك في الصين في كاس امم اسيا. هذه الانطلاقه تاني، مهدي حميدان يلعب على المساحه لكن مغطي كويس الحقيقه فهمي دوربين، برافو فهمي غطى كويس، رمي التماس على طول. يلعب السيد ضياء، سيد ضياء لوليد الحيام، وليد لعلي حرم اقرب اللاعبين لخط الظهر، تغيير اتجاه اللعب على طول. سيد رضا عيسى
تاني على طول وليد. وليد لمسة الواحدة ترجع تاني لعلي حرم، نفس الموقف اللي فات. الجديد ان موجود دلوقتي حد يستلم. نعم استلم، هيعمل 1 2 ولا ايه؟ 1 2 ولا ايه؟ هيعملها بالفعل. علي مدن يسند تاني في نص الملعب. مهدي حميدان شو بيدوروا الكرة ازاي؟ مبدأ امان، الكرة تحت سيطرتهم، انتشارهم كويس، باص العميق الحلو الجميل. منتخب عمان يضغط بقوة. الخميسي يا ولد يا خميسي لصلاح اليحيائي. لعيب لعيب لعيب، مزاج يا ولد، يا رايق يا ولد، يا رايق يا ولد، انت يا رايق. يحضر بره، الكروس يتعمل على طول، خطر جدا، ولكن تمركز دفاعي جيد. هو تاني، هو تاني، ولد ولد ولد، حاجة تانية يا جماعة، ليفل تاني، ليفل تاني غير اللي بنتفرج عليه. هو برضو تاني صلاح اليحيائي، باص عميق، فكر بعمق ولعب في العمق. الولد فكر بعمق ولعب في العمق. سيد ضياء، جاسم الشيخ، سيد رضا عيسى، سيد رضا عيسى، تعود من تاني، سيد ضياء، نفس المسلسل المستمر. وليد الحيان بيدوروا الكرة لغاية ما يلاقوا حاجة عميقة. ادي الاستلام، يا جماله يا جماله على المثلث الحلو. شوف الاوفر لاب اللي راح، شوف المسانده الجميله، هيعدي هيفوت بالعرض ولا هيقدر يشوط؟ نعم بالعرض، نعم بالعرض، تحت الضغط مهدي حميدان. ودفاع المنتخب العماني رايق رايق، الدفاع العماني جميل جميل، عماني جميل في اللعبه اللي فاتت. اما منتخب البحرين فهو يقدم كره قدم جماعيه ممتعه، يبقى التسجيل في المباراة حتى تكتمل الصورة. ماتش ماتش حلو، اللي هيكسب هيلعب النهائي يا جماعة، اللي هيكسب هيلعب النهائي. من جديد من جديد عمان، عمان من 6 سنوات ما خدتش البطولة، آخر بطولة خليجي 23 في الكويت. البحرين اخر بطوله كانت من 4 سنوات في قطر، البطوله الاخيره 24. العراق ما خدش البطوله من 35 سنه، سنه 88 في خليج 9. نعم فرصه جاءت دلوقتي، هم دول الثلاثه اللي قدامنا، واحد من الثلاثه، وما فيش مدرب مواطن خلاص هياخد البطوله، 3 مدربين اجانب. ادي الباص الامامي، يا سلام يا سلام يا سلام عليك ولد، يا ولد يا زاهر، شوف زاهر بيعمل ايه، شوف زاهر بيعمل ايه، هو ده زاهر، زاهر بالفعل رائع. ادي الانطلاق، يا سلام عليك ولد انت كمان. اللعيبه دي حارب الساعه دي، عدى بشكل جميل، بسيطه سهله. صلاح اليحيى الضغط عليه، الحكم ممتاز ممتاز، عادل النقبي، لياقته وتحركه تمركزه يعني من مدرسة علي بوكسيم، الحكم الرمز لدولة الإمارات. أمين بن عدي، عبد الوهاب الملود لأمين بن عدي. أمين ترجع تاني ورا، أقصى اليسار سيد ضياء، بينوع المنتخب البحريني. الراجل ده لوحده ازاي؟ لوحده ازاي العملاق ده؟ عبد الله يوسف يعمل بالعرض، وادي العرضيه، ولكن يا سلام يا سلام عليك ولد، المعلم المعلم محمد المسلمي. قلت لحضراتكم محمد المسلمي ده حاجه من ريحه الحبيب محمد ربيع. محمد ربيع متع عمان ومتع المنتخب العماني ومتع جماهير السد هنا في قطر متعة عظيمة. كان لاعب راقي، وتوقع عنده كان شيء جميل، بناء اللعب عنده كان حاجة محترمة. ادي الكرة العالية فوق، بينما سلمان عيسى مع النادي العربي القطري كان تألق النجم البحريني الكبير. تاني على طول ناحية اليمين، فرصة الكرة العرضية، حارب جميل اليحمدي، جميل إلى حارب، جميل الخميسي، شب امامي من الخميسي لصلاح اليحيائي، هو بتاع الصعب، هو بتاع الصعب، يعمل بالعرض، الكره لسه في الملعب. شوف القلق اللي بيعمله من كل كره بتجيله، من كل كره بتجيله مقلق. جميل اليحمدي لاعب خط الوسط، عامل جهد كبير الحقيقه، جميل
نص الملعب. بداية لعب تاني منتخب البحرين. منتخب العماني دلوقتي بص اللون الأبيض عامل ايه؟ عامل ضغط عالي. 10 دقايق الشوط التاني. عبد الله تروح سهلة على طول لمحمد المسلمي، إبراهيم المخيني، الكعبي بوش رجله، الكعبي بوش رجله، نص ملعب على طول حارب لصلاح اليحيائي. شوف الضغط اللي عليه، بص الضغط اللي عليه. الحكم قال لك خلاص تعالى للفاول هنا، كان في فاول من الاول لصالح جميل اليحمدي. دفاع بدني قوي اللعبه اللي فاتت. ادي صلاح اليحيائي عنده تغيير الاتجاه وتغيير السرعه غير طبيعي، بيغير في سرعته ويغير في اتجاهاته وبيغير في مقاس خطواته، يعني مقاس الخطوه بتاعته بيتغير من 60 سنتي ل 80 سنتي لمتر كامل. الوقوف المفاجئ، الانطلاق المفاجئ، تغيير الاتجاهات بزجزاج قصير، مش حاجات مفتوحة قوي واضحة، عنده حاجات حلوة قوي. نص الملعب، يا سلام عليك، يا سلام عليك يا حارب، عجبني حارب جدا. تاني ناحية الشمال، ادي الانطلاقة على طول، زاهر الأغمري، زاهر وسرعته، لسه الكرة في الملعب، روعة روعة روعة. ادي العرضية ولكن على طول أحمد الكعبي. برافو يا أبو حميد، برافو يا أبو حميد، وخلينا أقول برافو أمين بن ودي. برافو يا أمين، 29 سنة أمين، 4 سنوات مع نادي المحرق البحريني وحارس المرمى في الملكية قبل أن ينتقل للمحرق البحريني. الاثنين في نص ملعب، قاسم الشيخ وعلي حرم من نادي الرفاع. وادي سوزا، عارف إن الماتش صعب، سوزا عارف إن الماتش صعب. لمسة اليد دي بتروح في بند إيه؟ لمسة اليد اللي في الأرض دي في بند إيه؟ في بند الإيد نايمة على الأرض. وادي الفار بيقول للحكم تعالى شوف، الفار بيقول له تعالى شوف، الموضوع عندك أنت يا عادل. هو نام على الأرض واتزحلق واعتبر إن الإيد في الأرض، خلاص مفيش أي تعمد خالص ولا وضع مش طبيعي، فقال لك خلاص قضي الأمر، والفار قال العب لا شيء. ادي الباص الامامي، متقدم المنتخب البحريني بعمل جماعي وحشه قوي قوي قوي، وحشه. جاسم الشيخ، لا يا جاسم، جاسم صاحب هدف في مرمى الامارات بالمناسبه. اهو بص الايد، الايد على الارض من بدري، وهي جت في جسمه من جوه وراحت بعد كده على ايده، وهو لا يملك، لا يملك انه يحرك دي او دي. فالفار قال لك لا خلاص، وضع التشريحي للايد للعيب واقع طبيعي وما فيش اي تعمد ولا حاجه مش طبيعيه، عشان كده الفار قال العب. كره طويله اماميه، ياخدها على طول المنتخب العماني باستلام جميل وحلو. حارب، حارب السعدي على طول للكعبي، ضغط عليه. الاجسام مش ضخمه فالرشاقه حلوه وجميله. تاني الانطلاقه، هو برضه صلاح اليحيائي، يا ولد يا ولد يا فنان، لاعب كبير، لاعب كبير، لا 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 لا، اوه ضربة جزاء، ضربة جزاء يا سيدي، لا 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 لا، هو هيعمل انه بيمثل، لا ما بيمثلش، دي ضربة جزاء يا سيدي مع سبق الإصرار والترصد. لا يا عادل لا، الفار هيقول لك مالكش حق، لا يا عادل لا، الفار هيقول لك مالكش حق. عارفين ليه؟ لان هو فرصه انه يشوط، لو شاط يقدر يجيب جول، فمش هيشوط ليه؟ فبالتالي في خطا ممكن يحتسب ضربه جزاء. ادي الاستلام، المنذر اهو، شوف شوف، لكن شوف الساحر ده، شوف الساحر ده بيعمل ايه. طب نعيد ونشوف، نعيد ونشوف يا حبيبي، يا حبيبي انا شايف ان رقم 10 من البحرين الملود حط رجله، ولاعب عمان هو اللي شاط رجل لاعب البحرين وسقط، فبالتالي الحكم ممكن هيكون قراره هو الصح، الحكم هيكون قراره هو الصح. عارفين ليه؟ لان لاعب منتخب البحرين
بيلحق الكرة فثبت رجله على الأرض، ده الوضع الطبيعي بدون ما يتعمد أنه يعرقل أو يلامس أو يعمل وقوف مفاجئ للقدم أمامه فيعيقه. أنا هشوفها طبيعية، وقرار الحكم لو طلع صح يا سلام، قرار الحكم حرفي حرفي حرفي، أنا افتكرتها ضربة جزاء، لكن حكم ممتاز يا عادل، ممتاز يا عادل، والفار أقرع بقرارك إن أنت صح، شهادة حق عظيمة دي. بدر بلال ورفاقه في برنامج الحكم هتاخد عليها درجة عالية يا عادل، دي أي حكم ممكن يتخدع بيها، لكن هو لأنه واقف في زاوية صح بمسافة صح قضي الأمر. اللياقة البدنية وحسن التمركز يا جماعة، اللياقة البدنية وحسن التمركز، لكن صلاح اليحيائي وزاهر الولد عدى، هي عدى شوط، ولكن جعفر السيد محمد جعفر، برافو يا زاهر، برافو يا زاهر، بيلعب على حساب أرشد، بيلعب على حساب أرشد العلوي، لا يلعب يلعب سريع ومنطلق وبيزيد لفوق، حكم عمل أوبستراكشن، حكم عمل أوبستراكشن، هذه اللعبة الثانية عبد الله، سلام يا سلام، وقت مناسب جدا 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 الحقيقة. الخميسي دخل في العمق عمل زيادة، منذر العلوي، منذر اللي كان عايز ضربة الجزاء، لكن صلاح الإحيائي إيه يا جماعة؟ إيه ده؟ إيه المتعة دي؟ هنيئا لعمان بهذه الموهبة الجميلة. المنذر أقصى اليسار، صلاح الإحيائي رايح، مفيش مجال للأوفرلاب، الجميل يا جميل يا جميل، لكن بعيد، شكلها حلو، دوران 180 درجة من جميل اليحمدي، لكن بعيدة يا جميل، ستايله كده قريب من أحمد حديد، بس أحمد حديد الاتنين لعيب، وجميل كمان لعيب، أحمد حديد كان في العمق على الدايرة قدام كانو. كامل الأسود هينزل زي ما توقعنا إن هو هيكون الأقرب، وهيخرج عبد الوهاب الملود. كامل الأسود 28 سنة، كان سجل في مرمى الإمارات، لاعب الرفاع البحريني. نشوف كامل ودوره بعد نزوله بدلا من عبد الوهاب الملود، لعيب محترم كمان، لعيب 28 سنة يعني سن كويس، عمر في صحة وفي قيمة وفي خبرة، نشوف تأثيره لأنه متحرك بشكل عظيم. منتخب البحريني يقترب ولا إيه؟ منتخب العماني يتماسك وبقوة في نص ملعبه، زاهر، زاهر بيغير اتجاهاته كويس، شجاع يا ولد يا ولد، شد الكرسي من تحته، شد الكرسي من تحته زاهر، وادي الانطلاقة على طول عصام، ولكن على طول إنقاذ، إنقاذ، دفاع في الوقت المناسب، سكند بول برضو عند زاهر، يعدي من أي حد، لكن جت المساندة على طول، جت المساندة، عبد الله أوف سايد يا عبد الله، أوف سايد يا عبد الله، عبد الله يوسف كتير أحسن لاعب قبل كده، بيلعب في جمهورية التشيك في الدوري التشيكي، سجل هدف في مرمى قطر زي ما قلت لحضراتكم. المنذر العلوي رجع لورا كتير وطلع مكانه، بص حضراتكم رجع منذر لورا، طلع مكانه زاهر، بص زاهر هو اللي فوق دلوقتي، هو الأقرب لعصام الصبح. أدي زاهر لعيب، تحرك الجميل من المنذر العلوي، يا منذر يا لعيب يا لعيب، نايمين نايمين ومتوزعين وحش، متوزعين وحش. جميل اليحمدي كان لازم يكون على الزاوية البعيدة شوية شوية، لكن انشغل بالفرجة وما كانش مصدق تقريبا انها ممكن تعدي، وقد كان. حوار حكم قال له لو سمحت مفيش نقاش، ادي عبد الله سوسة، شوف نظراته وهدوءه وصمته، عارف ان الماتش صعب، عارف ان الماتش صعب. الحكم لما حب يقرب الحواجب من بعض ويطلعها فوق عملها، ما انا مش على طول هضحك، مش على طول هتشوف سناني البيضة الجميلة، لا لا لا، في وقت، لا ستوب ستوب، اوعى تفتكروني بقى يعني حنين وطيب وجدع زيادة عن اللزوم، لا لا لا، بيني وبينكم القانون، والقانون ليه مرونة وليه روح، لكن لحدود، تكير تكير. كل دي بتبقى رسائل من الحكم بنظراته وعلاقاته وصوته وصوت الصفارة مع اللاعبين. امال ايه؟ ادي المعلم صلاح الإحيائي، وادي نجم البحرين علي حرم في قلب خط الظهر الاقرب لمجموعة خط الظهر، وادي المنذر العلوي اللي الامل كبير جدا جدا عليه. اقول لكم ليه كمان بعد اللعبة دي،
فريقين لعبوا بعض يا جماعه في كاس العرب هنا في قطر، كاس العرب التاريخيه الاسطوريه في قطر، فريقين لعبوا بعض. النتيجه كانت كام؟ كانت فوز عمان على البحرين 3-0، المنذر وارشد وخالد الهجري، فازت عمان على البحرين 3-0. اول مواجهه تاريخيا فازت البحرين على عمان 4-0. تاني مواجهه تاريخيه خليج 4 فازت البحرين 1-0. ثالث مواجهه خليج 5 فازت البحرين 3-1. خليج 6 فازت البحرين 4-1. خليج 7 فازت البحرين 1-0. خليج 9 فازت البحرين 2-0. خليج 11 فازت البحرين 3-0 وبعدين ستوب. وبعدين ستوب حتى خليج 16 فازت البحرين 1-0 وبعدين ستوب على الاخر. الباقي كل العمان، اللي بعد كده كل العمان. ادي الكره العاليه فوق، ضربه الراس يا ولد يا ولد، طلع فوق تيك اوف جميل وعملها على جنب سيد ضياء. برافو يا سيد، برافو يا سيد. ألفين وأربعة من 19 سنة البحرين أفضل منتخب متطور على مستوى العالم مع ستريتشكو هناك في الصين، مركز رابع مثالي في ذلك الوقت. تاني على طول أمامية، ضغط قوي من لعيبة منتخب عمان، لسه كرة في الملعب، لا طلعت بره ضربة مرمى. برافو الحكم المساعد الأول علي النعيمي، برافو يا علي، برافو يا علي. مركز واقف بخط افقي بشكل كويس، فبيبقى بشكل راسي على اللعبه، لحظه اللعب نفسها. جمهور القطري في المدرجات، جمهور البحريني في المدرجات، الجمهور العماني في المدرجات، الجمهور العراقي، كل الجماهير في المدرجات في احتفاليه رياضيه كرويه عائليه. قل عنها ما شئت، قل عنها ما شئت. من جديد اقصى لمين صلاح الاحيائي، كل لعبه منه مؤثره، كل لعبه منه حلوه. ضغط يطبخ البحريني رغم نزول كميل الاسود، لكن لسه المنتخب البحريني مش قادر. شوف رقم 19 اضافته هتكون ايه. اماميه من تاني بره الملعب، معلم في نص الملعب حارب السعدي، 32 سنه حارب، بيحارب وبيجاهد في نص الملعب الحقيقه بشكل كبير وجميل. لاعب السويق العماني، مكافأة ليه، الهدف الجميل اللي سجله في مرمى السعودية كان مكافأة الحقيقة ليه، لجهده اللي كتير ممكن ما بيكونوش شايفين ولا حاسين بيه قوي. عودة تاني من جديد، وادي الضغط الكبير، لعبة خطر جدا، لو بالعرض خطر جدا، دخل منطقة الجزاء، عايز ضربة جزاء ولا ايه؟ معانا الفار، معانا الفار، والحكم بيقول العب واللعب كان على الكور، ومعانا الفار، مفيش حاجة اللي بتقلق. ادي استلام تحت ضغط، لكن فاول على احمد الكعبي، يا ترى الفار هيستدعيه ولا لا؟ هو كان ذكي ان حط جسمه قدامه، بص بيحط جسمه قدامه، لعب الكرة الأول، لعب الكرة الأول. يا ولد يا ولد يا ولد، أمين بن عدي، يا سلام يا أمين، يا سلام يا أمين. وبيطالب عصام الصبحي لاعب المنتخب العماني ونادي السويق العماني إن ياخد ضربة جزاء، لكن الحكم قراراته ممتازة ممتازة. عودة من جديد، منذر زاهر، محمد المسلمي، عميق استلام بحركة الإحياء الجميل الحريف. يا ولد يا ولد يا زاهر، زاهر الأغبري يعدي ويمر والعرضية، ولكن سيد جعفر، سيد محمد جعفر في الوقت المثالي ان تايم، بالفعل بالفعل. تاني بداية لعب، أدي الأسود في نص الملعب على طول، سيد ضياء يغير اتجاه اللعب لعلي مدن، غيروها من الشمال لأقصى اليمين بشكل قطري ممتاز. نص الملعب تاني، سيد ضياء دخل في نص الملعب، سيد ضياء دخل في نص الملعب، راح مكاني علي حرم عشان يبقى التوازن موجود. بص الكلام الحلو، بص اللعيبه اللي حافظه وعارفه التكتيك والتمركز صح، اللي معاه الكره دلوقتي ده لاعب ارتكاز، الباك الشمال راح ارتكاز، هو جه مكانه خلاص، الباك الشمال دلوقتي جه ورجع، يا عيني يا عيني، عشان ما يسيبوش ثغره ولا مكان فاضي يتم استغلاله. تطور تكتيكي جميل للكرة البحرينية الحقيقة. هنا ضربة الجزاء، هنا الكرة العرضية الخطيرة اللي أنقذها جعفر، منتخب عمان أقرب أخطر، دخل منطقة الجزاء أكتر. عصام بيقول كنت عايزها تبقى كده، عصام الصبحي،
صابر سراج سجل هدفين للعنابي، احمد علاء سجل هدفين للعنابي، ايمن حسين سجل ثلاث اهداف للعراق، هداف البطوله المهاجم العملاق. ادي الباص الامامي كان وقف على كعب رجله خلاص، وموجود المعلم محمد المسلمي. معلم محمد بيستمتع وبيلعب على طول. احمد الكعبي نص ملعب، شوف صلاح الاحيائي، بص 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 بص, بص دوخه مدوخه، مش ممكن مش ممكن مش ممكن، وهم عارفين قيمته، فمش اي حد بيروح له. جامده قوي جامده قوي جامده قوي، وهي طالعه جامده قوي وناشفه، الارض ناشفه، فالكره بتنزل بتجري. لكن الخميسي بيشكره، الخميسي بيقول له شكرا. لكن ايه العظمه بتاعت صلاح الاحيائي ده؟ ايه ده؟ صلاح الاحيائي ده 24 سنه بيلعب في نادي ظفار. كل التقدير للدوري العماني، كل التقدير كمان مره للدوري العماني. لكن هذا الرجل لن يبقى في الدوري العماني بعد هذه البطوله. نادي ظفار نادي كبير طبعا، نادي عظيم طبعا، جماهيريه محترمه طبعا، لكن الولد ده هيخرج بره، الولد هيخرج بره، مش هيقعد، مش هيقعد في عمان. زي الجيل العظيم اللي انتقل للدوري القطري ومتعوا الدنيا في الدوري القطري، استفادوا وافادوا طبعا. عماد الحسني تألقه وابداعه مع نادي قطر الملك بعيدا عن مشواره مع الريان، العمده عماد الحسني نجم الكبير، اسماعيل العجمي ودوره كان جميل جدا جدا، ربيع ودوره المحترم، بدر الميمني القصير المكير مع النادي الاهلي. استفادوا وافادوا. في المدرجات مسؤولي الاتحاد الخليجي لكرة القدم ومسؤولي عمان والبحرين واللحمة العربية الخليجية اللي اشتقنا لتواجدها في العراق لزمن طويل، الحمد لله موجودة في العراق، والشعب العراقي الحقيقة سر من أسرار عظمة نجاح البطولة. الخميسي حكم بيعمل له إسقاط، يلعبها فوق عالية، غريبة اتلعبت بالشكل ده. بص الإحياء بيعمل إيه، بص 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 استلم تحت ضغط ازاي. ده صلاح، ده عصام الصبح، ده عصام الصبح ياخد حقه تماما. احمد الكعبي كان على طول حارب، حركه كالعاده، عصام رجع لورا، اثنين عجنوه عجنوه، واحد من قدام واحد من ورا. منتخب البحريني جدد، لكن لغايه دلوقتي لسه ما فيش اي تاثير لنزول كميل الاسود. ليه؟ لانه نزل في وقت المنتخب العماني في كامل النشاط والحيويه. ادي رقم ثلاثة وليد الحيام، قلب خط الظهر في المنتخب البحريني. الكعبي المسلمي للكعبي تاني، فضوا مساحه حلوه، ازاي ده لوحده كده؟ غريبه جدا غريبه جدا. المنتخب البحريني بدا يبقى فيه خلل في نص الملعب. المنتخب العماني هو النجم الكبير بالعرض تاني الى ضربه ركنيه. شفتوا صلاح الاحيائي بيعمل ايه؟ عمل واحده سيزر من الحاجات اللي تعجبك، واحده سيزر من الحاجات اللي تعجبك، اعملها بعد كده رونالدو العظيم. لكن اصلا هي بتاعت سيزر برازيلي، ودي اللي نشرها في الوطن العربي مستر كورفر الخبير الهولندي الكبير. تواجد في قطر لفترة طويلة، تواجد في الإمارات في نادي الجزيرة لفترة طويلة، تواجد في الأهلي المصري لفترة طويلة، توفاه الله الخبير الهولندي الكبير مستر كورفر ملك التكنيك على مستوى العالم والبراعم. طويلة أمامية وعالية فوق، حارب السعدي، يرجع ورا على طول للمسلمي. ربع ساعة على نهاية الشوط الثاني والمباراة، نتيجة 0-0. قد نلجأ إلى وقت إضافي على شوطين، كل شوط ربع ساعة لو استمر التعادل، يبدو ذلك. تاني على طول بيحاول السيد ضياء باك الشمال للمنتخب البحريني، تروح لأمين بن عدي، أمين تاني، أمين جنب وليد الحيام ومعاه السيد ضياء. تحرك على طول مهدي حميدان، بص مش قادرين لعيبة البحرين يعملوا اللي كانوا بيعملوه في الشوط الأول. الشوط الأول كانوا بيدخلوا في 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 ما بين الخطوط للمنتخب العماني، دلوقتي مش قادرين. هل اللياقة البدنية بدأت تتأثر
باللعب خلال 72 ساعة فقط على آخر مباراة. هل اللعب أمام الكويت 1-1 في مباراة كانت قوية جدا جدا، فرق بدنيا يا ولد يا ولد يا جماله يا جماله. شوف المهارة الحلوة الجميلة بتاعت علي مدن، ترجع تاني يلاقوا بعض كويس. مبدأ الأمان ورا دايما قلب خط الظهر والباكات بشكل عام. وليد الحيام يغير على طول للسيد ضياء، جامدة شوية، حطه في نص الملعب. ادي على طول الملود الأسود لازم ينتقل لفوق، مهدي حميدان للأسود، حركة بطيئة. منتخب عمان متمركز كويس، عاملين عمق ومثلثات في أجزاء نص ملعب المنتخب العماني، كل ما كان في عمق. بص دايما رأس المثلث لتحت والقاعدة لفوق، ولا مانع من العكس أحيانا. أدي الباص الأمامي، بدأ المنتخب البحريني يستعيد السيطرة، لكن في نص ملعبه أكتر سيطرة ظاهرية. باص الأمامي على طول وليد الحيام، منه للسيد ضياء، هيبتدي المنتخب البحريني. الكرة العالية فوق عند عبد الله، استلم على الصدر بشكل جميل. يا ولد لعيب، لمسة واحدة على طول تتعمل من الأسود، بدأ يتحرك. أدي العالية فوق، ولكن برافو برافو فهمي. والمنذر حريف وسريع مؤلم، زاهر زاهر والمنذر وصلاح اليحيائي من بين الأقدام، قال له تسمح لي، قال له تفضل. ده مين اللي عملها دي؟ ده اللي عملها عصام، ده اللي عملها عصام لأمين بن عدي، قال له تسمح لي، قال له تفضل. واحد على واحد، تاني العرض، أوهو الأقرب الأقرب للتسجيل، لكن ضاعت بسنتيمترات فرق الطول. فرق الطول يا ولدي طوله 170 سنتي، لو 172 سنتي خلص. أي والله جميل اللي أحمدي كان هيسجل. المنتخب البحريني وكميل الأسود راح يعمل أوفرلاب رغم أنه أشول من ناحية اليمين. ودي التصويب، أوهو أوهو، فينك من زمان يا علي، فينك من زمان يا علي علي علي، عايزين واحدة زي دي تاني يا علي. لسان حال كل بحريني، ودي اللي بيستناها المدرب سوزا. تصويبة لكن إلى ضربة المرمى. زاجالو المدرب البرازيلي الأسطورة الأسطورة، درب الكويت وخد بيها كأس الخليج. سكولاري مدرب البرازيلي الأسطورة اللي خد كأس العالم بالبرازيل زي زاجالو، خد بالكويت كأس الخليج ودرب الكويت. فاكرين سكولاري درب منتخب البرازيل 2002 بطل العالم، درب تشيلسي كان السابق لفترة لم تنجح، كان مدربا لمنتخب الكويت. تاني من جديد محاولات، انطلاقة كارلوس ألبرتو بريرا أيضا كان حاضر. أدي الانطلاقة، الباص الأمامي، منذر العلوي مزعج جدا، تاني على طول الانطلاقة. شوف 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 زاهر راح فين، شوف اللي ناحية ده الخميس، ده الخميس ما بيعرفش قوي لكن والله عارف، والله عرف عرف يخلص. راحت للمعلم، راحت للأستاذ، أربعة خايفين يدخلوا عليه. والتصويب، عايز يكرر، عايز يكررها بالفعل حارب السعدي كما فعلها في السعودية، عايز يعملها في البحرين. وإلى رمية التماس، برافو سيد رضا عيسى، برافو يا سيد، برافو سيد رضا عيسى. رمي التماس غير الضربة ركنية خالص. زاهر عامل ماتش كويس، عشان كده أرشد العلوي منزلش. نص الملعب نشيط جدا وكويس جدا الحقيقة، يعني مش هينفع تطلع لا جميل اليحمدي ولا حارب السعدي ولا زاهر ولا صلاح اليحيائي عشان مثلا تنزل أرشد العلوي، إلا إذا حد اشتكى من إصابة أو بدأ يشعر انه مش هينفذ اللي المدرب عايزه بالحيويه المطلوبه. جمهور العراقي باقي في المدرجات لم يخرج. الجمهور العراقي حضر لمباراه منتخب العراق ليس طرفا فيها. ادي الاستلام تحت ضغط، وادي التحضير والتصويب، التصويب اتاخر اتاخر، لو صوب في الخطوه الاولى ما كانش لسه المسلمي مد رجله. اتاخرت يا سيد. مهدي حميدان 29 سنة خبرة كبيرة، لكن ضاعت الفرصة. فوز البحرين على السعودية في آخر بطولة كانت هنا في قطر في عام 2019، قدم المنتخب البحريني عرضا مثاليا طوال البطولة مع نفس المدرب سوزا. خميسي يلعب رامي التماس، وحش بسم الله ما شاء الله، مش هيمتعك في الكرة الجميلة اللي تشوفها عند الإحيائي
لكن لا غنى عنه طالما سليم وبصحة جيدة، خصوصا في غياب لمحمود المشفري وأمجد الحرسي النهاردة، في غياب كمان لجمعة الحبسي. إصابات بتأثر مفيش كلام. أدي الانطلاقة، المنتخب البحريني، سيد رضا عيسى، سيد رضا جات للمسندم الأسود، حرك كويس، تطلع بره تاني، رمي تماس لصالح الأحمر البحريني. يبقى اتفقنا ان اخر مباراة في كأس العرب فازت عمان 3-0، في خليج 24 الاخيرة في قطر اتعادلوا 0-0، خليج 23 اللي كانت في الكويت في نصف النهائي فازت عمان 1-0 ثم بمهدي عبد الجبار في مرماه، ثم فازت عمان في النهائي على الامارات وفازت باللقب. كلما تقابل في نصف النهائي كلما فازت عمان، كل ما بتقابله في النصف النهائي بتفوز عمان. من جديد يحضر نفسه للنزول من منتخب البحرين، محمد مرهون هينزل لاعب الرفاع البحريني، منتخب البحريني بيحاول حكم يقول يلعب، يا سلام على حارب، عدى حارب، مر حارب تاني على طول ناحية الشمال، انطلاقة جميلة من زاهر، منذر العلوي، منذر العلوي، ولكن تغطية جميلة، يا سلام يا أمين، المدافع الأمين، أمين بن عدي، برافو يا أمين. العلم العراقي في سماء استاد المينا الأولمبي في مباراة ما بين عمان والبحرين. الأم العراقية، الابن العراقية، الأب العراقي، الابن العراقي، الجد والأب والابن والحفيد، لأن الكل بيعتبر أنها مسؤولية على الكل أن يساهم في ان الصوره تصل بهذا الشكل. رمي التماس، حارب ناحيه الشمال على طول الكعبي، تمركز كويس قوي من جاسم الشيخ، برافو يا جاسم، خد مان اوف ذا ماتش قبل كده جاسم الشيخ. ادي على طول فهمي دوربين، فهمي تمركز دفاعي جيد من لعيبه المنتخب البحريني، مش قادرين يوصلوا لمرمى عمان، منتخب البحرين مش قادر يوصل لمنتخب عمان، لكن منتخب عمان بيوصل، اي والله بيوصل ويوصل، عملها العماني بالتاني، هو تاني، هو برضه هو بالتخصص، صاروخ صاروخ يا ولد، الله 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 عليك يا ولد، فرحت كل البلد. نعم يتقدم الاحمر العماني بصاروخ لا يصد ولا يرد، روعه ايه، متعه ايه، هدف عظيم، الله عليه، ويكرر ما فعله في الاخضر السعودي الان في الاحمر البحريني ليضع المنتخب العماني قدم اليمنى يوم الخميس القادم في ملعب البصره الدولي. 1-0 لعمان، اي روعه، اي متعه، اي اصرار، اي تحدي، العمان يصرخ كالعاده، ما في حد يهدي، ايه يا راجل انت ده، ايه اللي انت عامله ده، الله 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 الله. ولا سيد جعفر ولا حتى حمود سلطان لو وقف مع سيد جعفر، هي في الثمانيات يا ولدي، في الثمانيات يا ولدي، بل في السبعات يا ولدي، في السبعات يا ولدي، يا سلام عليك ولد جميل اليحمدي، جميل جمال ملوش مثال ولا في الخيال، أداء عالي العال، جميل اليحمدي يسجل أحد أجمل أهدافه في خلال مشواره وتاريخه، ويقدم وجبة فنية ممتعة في لقطة تتكرر للأحمر العماني، مرة حارب السعدي في السعودية ومرة جميل اليحمدي في مرمى المنتخب البحريني. الله الله الله، 1-0 للأحمر العماني اللي كان أفضل، اللي كان أفضل في اللقطات الأخيرة. خروج مهدي حميدان ونزول محمد مرهون، نزول محمد مرهون، سلامات إن شاء الله ما فيش مشاكل، نزول محمد مرهون، هو كان هينزل قبل الهدف في الحقيقة، كان محضره المدرب سوسا. محمد مرهون لاعب الرفاع، لعيب عنده 24 سنة، دخول قوي وقاسي في اللعبة اللي فاتت، لكن في إنذار، عصام بيعتذر الحقيقة، عصام يعتذر بروح جميلة، حكم يقول له بقى انت تعتذر، هو يتقبل الاعتذار، ده حقكم مع بعض، لكن في قانون، انا دوري ان انا ادي للقانون حقه وانفذ بالقانون على كل واحد دوره.
خمس دقائق على نهاية الوقت الأصلي. امتحان واختبار صعب جدا لأبطال كأس الخليج النسخة الأخيرة، هل يفعلها المنتخب العماني بعد ما فعلها هناك في الكويت في 2017 في خليج 23 عندما فاز على الإمارات في المباراة النهائية؟ من تاني في نصف النهائي فازت أيضا عمان على البحرين 1-0 في خليج 23 برضو في الدور نصف النهائي، وحققت الإمارات بالبطولة الثانية لها في تاريخها. التاريخ يعيد نفسه، ولكن هنا في العراق هل يسمح العراق بذلك؟ هل العراق بعد 35 سنة في حلم طال انتظاره أن يفرط في الفوز باللقب، تفتكروا ممكن؟ إبراهيم الختال ينزل بدلا من علي حرم، وينزل إبراهيم الختال. تبديل ثالث للمنتخب البحريني، لاعب نادي المنامة بيتم الدفع به، بيزود الجانب الهجومي طبعا، خلاص بيخرج لعيب ارتكاز ويزود العدد قدام، وكان نزل قبل كده محمد مرهون بيدفع بلاعبين بقدرات هجومية قدر الإمكان. مهدي عبد اللطيف كذلك، مهدي عبد اللطيف بينزل بدلا من جاسم الشيخ، بيطلع لعيبة الارتكاز ويدفع بلاعبين لأدوار هجومية أكتر. مهدي عبد اللطيف لابس رقم 12، مهدي لاعب نادي المنامة. اللحظات الأخيرة من عمر المباراة لحظات، والعماني يصل للمباراة النهائية إلا إذا كان الأحمر البحريني له رأي آخر. لعب الكرة الأول المخيني، حكم يقول فاول لصالح المنتخب العماني، لمس الكرة الأول إبراهيم المخيني. العبرة دايما بتبقى مين لمس الكرة الأول. المنتخب العماني يتماسك ويتمسك بالفرصة والأمل. هنا الحارس لعب الكرة، وفي تكملة مشواره كان الصدام في اللعبة، لكن لعب الكرة الأول. بص حضراتكم لعب الكرة الأول، طب بعد كده يروح فين؟ يعني بعد ما يلمس الكرة يروح فين؟ يلبس طاقية الإخفة يعني؟ ما أنا عايز أعرف، اللي عايز ضربة جزاء يلبس طاقية الإخفة؟ هو ده طبيعي بعد ما بتلعب الكرة بتكمل مشوارك. خالد البريكي وأرشد العلوي، وخروج المنذر العلوي، خروج المنذر ونزول أرشد العلوي. برافو لعبت المنتخب العماني. الشوط الثاني سيطروا أكثر، وصلوا لمرمى المنتخب البحريني والثلث الهجومي أكثر، وقاموا بالدور الدفاعي بشكل كويس. زاهر، هل زاهر هيخرج؟ فعلا هيخرج زاهر، عمل ماتش كويس والله، عمل ماتش كويس. نزول أرشد العلوي مكان زاهر، ونزول خالد البريكي لاعب نادي الشباب. زاهر عمل ماتش كبير كبير كبير، برافو يا زاهر والله. هو بيلعب في البحرين، بيلعب في نادي الخلدية البحريني، لسه عنده 23 سنة، لكن ولد لعيب لعيب لعيب، في واحد على واحد بيعدي، قوي سريع متحرك، بيلعب في كذا بوزيشن جوه المباراة نفسها، لعيب محترم لعيب محترم. يبقى أرشد العلوي بينزل، أحد نجوم المنتخب العماني رغم صغر سنه الحقيقة أرشد، 22 سنة بيلعب في نادي الكويت الكويتي زي ما قلت لحضراتكم. ومش نادي الكويت مش هيجيب أي لعيب خليجي يلعب كمحترف كده وخلاص، لا، في انتقاء قلت لحضراتكم كويس، وإن كان التأقلم أحيانا هو اللي بيعيق بعض اللاعبين مش كلهم. كميل الأسود، هل اتأخر المدرب في الدفع بكميل الأسود؟ بداية لعب تاني، المنتخب البحريني بيحاول الحقيقة إنه يعود. نلعب خلاص ثواني، خمس دقايق طاروا، والمنتخب العماني طيرهم في التبديلات. أمال إيه؟ هنلاقي وقت بدل ضايع مش أقل من سبع دقايق، مش أقل من ستة أو سبع دقايق، هتلاقوها كده من ستة إلى سبع دقايق. خلاص الوقت الأصلي خلص، المنتخب العماني في طريقه للتواجد يوم الخميس القادم إن شاء الله في استاد البصرة الدولي في جزع النخلة، ليواجه المنتخب العراقي، ليواجه 65 ألف متفرج. خمس دقايق وقت بدل ضايع، خمس دقايق
خمس دقايق ويصل للنهاية ويصل للكأس. خمس دقايق أشوفه وأقابله، عينيك تيجي في عيني، إيديك تلمس إيدي. الحديث عن الكأس، الحديث عن كأس الخليج القطري. الحارس إبراهيم المخيني ظهر في الوقت المناسب، صاحب الهدف الجميل. الاثنين لعيبة نص الملعب سجلوا هدفين من أروع ما يمكن، سواء حارب السعدي في السعودية أو جميل اليحمدي صاحب هدف الوصول للنهائي حتى اللحظة، لأن منتخب البحرين عادي جدا يقدر يعود، يقدر يعود طبعا. أدي الكرة العالية فوق، أدي الفرصة الكبيرة، أدي الفرصة الكبيرة، ولكن يقلش، يقلش في وقت ما ينفعش حد يقلش فيه يا رجل. ده مش وقت قلش يا سيدي خالد البريكي. خالد، ده مش وقت ولا مكان ولا زمن القلش يا خالد، مش كده ولا إيه؟ دقيقة 92، خمس دقايق وقت بدل ضايع. مباراة ممتعة تكتيكيا، صلاح اليحيائي متعنا وعزمنا كلنا على وجبة فنية جميلة. ادي اللمسة والتمركز الحلو لعصام، برافو عصام، والله عصام النهاردة اجتهد جدا جدا جدا. عصام اجتهد بدنيا يا جماعة جدا جدا. سيد جعفر يلعب الأمامية على طول، تمركز المنتخب العماني، منتخب البحريني على طول هيحاول يوصل بأقل زمن لرأس الحربة العملاق عبد الله يوسف، يحاول يستغل طوله في المنطقة الأمامية. خلاص دقيقتين من الخمس دقايق بينتهوا. سيد جعفر يلعبها عالية فوق، أدي عبد الله يلمس على طول، هنا الكرات العرضية، عبد الله لازم يخش منطقة الجزاء، وأدي ضربة الرأس، ولكن 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 إبراهيم المخيني حارس المرمى وببراعة يتصدى. هل العراق بعد 35 سنة تحمل الكأس؟ أم البحرين بعد أربع سنوات تحمل الكأس؟ أم منتخب عمان بعد ست سنوات يحمل الكأس؟ من جديد تكس كأس لها طابع خاص. أدي الكرة الثانية فوق، سلام على الصدر، يا ولد العيب يا ولد العيب، ولكن المخيني، المخيني لكن والله مجتهد جدا، استلم سلم وبعدين رجع استلم ولف وشاط. لعبت المنتخب العماني بدون تهور، عجبني في لعبة المنتخب العماني، ما بيرتكبوش أخطاء تتناسب مع صعوبة المباراة. الرأس العماني والفرح العماني والحلوى العماني وأداء تكتيكية على أعلى مستوى. برانكو إيفانوفيتش يتفوق على سوزا في اللقاء تكتيكيا وتهديفيا. أدي الكرة العالية فوق، أدي الزيادة العددية اللي عاملينها، أدي السكند بول، مين اللي هياخدها لو عدت؟ لكن على طول على طول تيجي في نص ملعب جميل اليحمدي صاحب هدف اللقاء الوحيد الجميل. تاني على طول باص الإمام العصام للمعلم الفاكهة، ده الفاكهة ده، لكن ضغطوا عليه بقوة وشراسة. برافو أمين بن عدي، برافو يا أمين. دي الرابعة من الوقت بدل الضايع. المنتخب العماني في طريقه للمباراة النهائية في نهائي تاريخي. المنتخب العماني الذي فاز بالبطولة من قبل مرتين، وصيفا لها مرتين، فرصة قد تكون للمرة الثالثة. البحرين قد تعود ولما لا، ولكن خلاص 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 تروح للمخيني. أمامنا دقيقة وعشر ثواني، دقيقة وعشر ثواني للبحريني. نفسي أجيب لك ساعة هدية ما بتمشيش، نفسي أجيب لك ساعة هدية ما بتمشيش. أما للعيا يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، يا جماله يا جماله، بيمينه حطها له. نعم 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 نعم، فرحة برانكو إيفانوفيتش في الوقت المناسب فعلها العجوز الكرواتي. عصام عامل ماتش كبير يا عصام النهاردة، رجال، كل من في الملعب رجال للبحرين وعمان، لم يفرط أحد. لكن بقول لكم فارق اليوم، فارق اليوم في الراحة الزيادة لعمان بان تأثيره على البحرين، أنا بقول لكم كده. معتز المعلم نجم المباراة جميل اليحمدي مع صلاح اليحيائي وزاهر وحارب السعدي والفريق ككل عاملين ماتش كبير جدا جدا الحقيقة. منتخب العماني يظهر في الوقت المناسب، يظهر قيمته ومكانته وإمكاناته. اللاعبين تم صياغة أدائهم فردي وجماعي. تبديلات مصعب، مصعب ومعتز القمري، خروج لعصام، معتز عبد ربه،
ومصعب المعمري لعيبة الروستاك العماني، ومعتز لاعب زفار العماني، والحكم اللي قدم مباراة كبيرة قوي 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 عادل النقبي. إذا كان للمباراة نجوم فمن أهم نجوم المباراة هو الحكم الإماراتي عادل النقبي. برافو يا عادل، عمل ماتش كويس جدا جدا هو وفريق العمل اللي معاه، مش لوحده. عمر الحكم ما بينجح لوحده. بص وقت الجدية حواجبه بتروح طالعة فوق ازاي، بس خلاص. أمال إيه؟ أدي مصعب وخروج فكهة المباراة، خروج الفاكهة صلاح الإحيائي. متعة 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 متعة. مش من فراغ الكرة العمانية يطلق عليها برازيل الخليج، وبرازيل العرب هو النادي الإسماعيلي هناك في مصر كبرازيل، لكن برازيل الخليج بالفعل هو منتخب عمان، وبرازيل الخليج على مستوى الأندية هو نادي الغرافة القطري الاتحاد سابقا. أدي الباص الأمامي أقصى اليسار تاني على طول، أدي المرور، ادي اللعيب اللي بينزل عشان يزيد الموقف. استخلاص وصافرة النهاية. مبروك 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 مبروك. الاحمر العماني يفوز ويتأهل الى المباراة النهائية. الاحمر العماني يتأهل يوم الخميس، نعم يوم الخميس، يوم الخميس مواجهة المنتخب العراقي لنهائي خليجي 25. بيعترض لاعب البحرين على الوقت بدل الضائع، لان حصل فيه نوع من التبديلات، الحكم ادى دقيقة فوق الخمس دقائق يراها مناسبة جدا. مبروك للمنتخب العماني يتفوق على شقيقه المنتخب البحرين.